عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم، ورجعت لكم تاني أختكم بندري شاهين. طيب أنا حابة اليوم أتكلم مع الجماهير السعودية من جميع الأندية، لأنه إحنا عارفين إنه المنتخب بيضم نجوم من أندية كتير، أندية سعودية. هتكلم معاكم بنقاش، اعتبروه موضوع او نقاش او بفتح قصة او باخد رأيكم، المهم اعتبروها زي ما انتو حبيتوا. انا يمكن كلامي جاء متأخر او حلقتي جت متأخرة لانه كنت مترددة اتكلم، لانه المنتخب مو محتاج ان احنا ننتقد او انه احنا نغلط على احد او انه مثلا نزعل من احد. يعني ما كنت حابة افتح موضوع عن المباراة المنتخب السعودي مع الصين، لانه عدت على خير و12 نقطة، يعني هذا حاجة مرة حلوة في رصيدنا. وبما انه استراليا خسرت من اليابان وتراجع مركزها، فهذه برضو حاجة في صفنا حلوة. يعني نبعد عن السلبيات ونخلينا ايجابيين وواقعيين وعندنا وعي رياضي مثقف. في ناس كتير تتكلم يعني عن لاعبين او حراس في المنتخب. أنا تمنيت من كل قلبي بندري شاهين إنه ما يكون أي سلبيات عن المنتخب السعودي، غير إن إحنا نقول لهم ألف مبروك. ولكن تفاجأت إنه كثير بيقول فواز القرني نكبة، العويس ماني عارف إيه، ما كان له خطأ في الهدف، الصين فهد المولد ما لعب، دخل العبود في الدقيقة 70 أو 72، يعني كلام كتير وإحنا طالعين بثلاث أهداف. أنا بسألكم بس سؤال، بطولة كأس الخليج 24 في 2019 مين اللي شال المنتخب؟ من أخذ أفضل حارس مرمى سعودي؟ فواز القرني. لما طلب فواز القرني إنه يكون أساسي، كان نفسه يشارك في المنتخب، وتم بتوفيق الله اشتراكه في المنتخب، ولكن في الدكة. اعتمد المدرب المنتخب عارفي على العويس، خلاص العويس أساسي. ولكن فواز لما تم إشراكه في المباراة مع الصين ما كان جاهز ذهنيا أنه ممكن ينصاب العويس، ممكن يكون جاهز أنه أنا أكون أساسي أو أدخل من بداية الشوط الثاني. ولكن هو شايف قدامه حارس ممتاز، هذه حاجة تربك الحارس اللي في الدك. أنا شايف حارس ممتاز قدامي، ممكن ما يستخدموني، ممكن ما يشركوني، فيكون عنده الدهن غير جاهز. كان عنده مرونة في استقبال الكورة، لاعبين الصين حجبوا عنه الرؤية، كان معتمد على الدفاع اللي هم مادو والعمري. يعني إحنا ممكن نختلق أعذار وأسباب قبل الاتهامات، وهو نكبة وهو نكبة. طب أنت اللي بتتكلم عن فواز القرني تقول هو نكبة، ما أنت نكبة. ليه؟ لأنك تمسك لاعب وتعدم العافية، وانت عارف أنه هذا منتخب لازم تدعم تدافع، يكون عندك طاقة إيجابية، أن الطاقة هذه توصل للفريق السعودي. والله هم واقفين معنا. طيب بس أبغى أقول لكم على حاجة، أنتوا شفتوا أنا دحين بدردش معاكم أوكي، وفي كلمة الأولى لما تكلمت عن فواز كنت أبغى أقول مرونة بس تلخبطت شوية، أنا آسفة.
المنتخب الصيني بعد ما خرجوا من الملعب وراحوا عند جماهيرهم، شفتوا كيف استقبلوهم جماهيرهم ولا ما شفتوهم؟ أتمنى أن المقطع عندي أوريكم، هو بس للأسف مو عندي. صفقوا لهم وشجعوهم وقالوا لهم إحنا مو زعلانين، أعطوا روح جميلة للفريق، في عندهم ثقافة كروية، بيحترموا اللاعب اللي نزل الملعب عشاننا، وحتى لو خسر بس نزل عشاننا، بيشوفوا السلبيات اللي كانت موجودة في المنتخب وفريقهم ما ساعدتهم. انتهينا، وانتوا تقطيع وتشرشحوا وتعدموا اللاعب العافي على غلطة. يعني العويس مصاب، هو في الرباط في الركبة، في الرباط الأيسر، المهم ممكن يغيب عن الملاعب شهر شهرين شهر ونص، الله أعلم، الله يشفيكم بالسلامة. وأنا أحترم اللاعب محمد العويس جدا. مين هيكون أساسي؟ أكيد فواز. ندعمه ولا نقول لا 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 ما نبغى نكبة؟ طب مين هيشيلك الفريق يا نكبة يا أنت؟ مين؟ فأتمنى أنكم تبطلوا حكاية فواز نكبة، فواز ماني عارفة. يا جماعة، الآدمي أو اللاعب هذا أو البشر اللي زيكم كل طموح أن يكون في المنتخب، أخطأ تعدي، ما في مشاكل أبدا، ما في مشاكل، ما هنخسر أي شيء ولا هتقوم الدنيا وتقعد. خسر ما أنجز، تعدي، لكن انت بطل وندعمك، ورينا قوتك في الملعب. لازم تكون جاهز يا فواز، انت بتشيل منتخب، بتشيل فريق معتمدين عليك، طاقة ايجابية يا جماعة، الله يخليكم. اللي انتو بتسووه هيودي الفريق في داهية، وانتو مو مستفيدين شيء، ولسه عندنا استراليا وفيتنام، محتاجين نقاط بالدعم. طيب محمد العويس احنا كنا بنقول عنه مستواه نازل في فريق الاهلي، لكن شوفوا في المنتخب بيصد كرات خطيرة. اي نعم، هو له جزء في الخطأ في الهدف الثاني للصين، لانه خرج عن الباب، وانصاب في الدقيقة 48 أتوقع أو 84، انصاب وأشرك المدرب فواز، وأخطأ برضو العويس، أخطأ بخروج وأخطأ. شفتوا كيف لما نفكر نقول له أخطأ بس تعدي، مو خطأ الدفاع، خطأ العويس لأنه خرج عن الباب. شفتوا كيف سهلة نحط أسباب قبل الاتهام؟ وتعدي، شال كتير، ما وقفت على الهدف الثاني للصين، عليهم بالعافية. محمد العويس أثبت وجوده في المنتخب ويستاهل يكون أساسي، وشوفوا في الأهلي مستوى نازل، وإحنا عارفين ممكن مشاكل في الفريق، ممكن في الإدارة، ممكن ما في استقرار فني، استقرار مادي، كل هذه المشاكل تنعكس على اللاعب، ما له خلق، هيجيك في الملعب متنح. لكن لما يكون في استقرار زي ما هو في المنتخب، لا بيسمع سلبيات وبعيد عن جمهور الأهلي واللي محاوطينه كله في المنتخب، وفي دعم وفي إحساس بمحبة وطاقة، بيلعب. ولا بس انتو اللي بتقولوا فواز والعويس نكبة، ولا انتو المنكوبين تحللوا لنفسكم انه جينا حالة نفسية وعصبية وزعلانين ومتنرفزين؟ ولع في نفسك، لكن لا تطلب من اي شخص او اللاعب بالذات، لا هو لاعب يلعب، لا يا عزيزي، برضو الحالات النفسية تأثر على اللاعب، في فرق في المنتخب وفي فرق لما يكون في فريقه، فريقي متدمر،
لكن أنا في المنتخب مرتاح. فهد المولد بيلعب بيراوغ، عنده تحولات سريع، الضغط عليه بيكون عالي في الرقابة، بيحمل الكرة بيضغطوا عليه بيقفلوا عليه. لا فهد ما قدم شيء، هو دخل يلعب باليه فهد في الملعب، ما صنع كور، ما جاب هدف، ما سوى شيء فهد. ما تركزوا على أخطاء اللاعبين التانيين، يعني أنا ما شفت سلمان الفرج في مباراة الصين بارز، ولا شفت الشهراني ولا الشهري ولا العمري ولا مادو ولا كتيرين. أركز مع فهد، أشخصنها معاه، عيب. أنت بتشجع فريق منتخب، عيب. فهد بيلعب وبيقدم وبيصنع، كيف انه بيصنع كور. اتمنى دعم اللاعب وسيبوه في حاله، اللي بيشخصنها مع فهد سيبه سيبه، منك لربك سيبه. اللاعب ممتاز، ولد النادي ولد المنتخب، with yourself مع نفسك شخصا، لاعب خادم المنتخب وفريقه سنين، ومن غلطة أحمل وشيل الفريق كله ولا تجيب هدف مو شغلي. لا يا عزيزي مو كده، إذا وعيك الرياضي كده الله يخليك، لا تعدي اللي حواليك عشان أنت خطر على نفسك وعلى الجماهير بتفكيرك ده. طيب في لاعب صراحة أنا حبيته وعجبني، لاعب خطير، يعني في مباراة الصين أثبت وجوده. كيف تعرف إنه اللاعب بيثبت وجوده؟ أنا أقول لكم من التسديدة، لما تشوف تسديدة اللاعب على المرمى أو لعبه أو مراوغته أو صناعته، تعرف إنه اللاعب حابب يحفر لنفسه اسم ويكون نجم. زي مين؟ زي الغنام. إيش ده؟ بدع بدع، يعني في مباراة كاملة، في مباراة كاملة يا جماعة، مرر 48 تمريرة و45 تمريرة قصيرة. لاعب عنده تسديدات، لاعب مستوى للأفضل وللأفضل، عنده السرعة، عنده الأوفرات، عنده التحولات، فظيع الغنام. أنا شفته في النصر وبيلعب، بس ما شفته بارز لمن بيلعب في المنتخب. أهني فريق النصر على الغنام، ظهير أروع وأفضل لاعب بصراحة، يستاهل، عنده التركيز الذهني عالي جدا، يعني يعتبر الغنام هو أهم مفاتيح اللعب والفوز والمساعدة للاعبين. عندك النجعي بتع في مباراة الصين، أثبت وجوده. يمكن النجعي أكتر من الغنام بأشوفه كتير في النصر وبتابعه، يعني النجعي كيف أقول لكم، النجع من النوع اللي يلفت الانتباه. أول حاجة يحب الدراما وسواها كتير مع أحمد حجازي، تحسه صندوق عند المرمى وعند الخصم، سريع، يعني ما أنت عارف من أي اتجاه ممكن يدخل لك النجعي. صدقوني لو شفتوا الهدف اللي جابه النجعي ما تتوقعوا ان النجعي يجيبه، من فين خرج ما انت عارف.
ممتاز النجعي أثبت وجوده في النصر وفي المنتخب. فراس البريكان أنا سميته الموسيقار، لاعب ممتاز. تعرف اللاعب الممتاز وأنا قلتها من التسديدة، صراحة أنا انبهرت بالبريكان، فظيع، لاعب ممتاز ومتمكن، عنده الذهن عالي، كاشف الملعب، بيساعد اللاعبين، سريع، لاعب ممتاز ممتاز جدا. أثبت وجوده إن هو هداف المنتخب كده بالعربي. فلازم نتكلم عن هذه العناصر عشان ندعمها، كلهم نجوم، ولكن أنا بتكلم على العناصر اللي زعلوكم والعناصر اللي فرحوكم. فواز خطأ ويغتفر، العويس خطأ ويغتفر، وكلهم الاثنين نجوم في عين العدو. واللاعبين اللي ظهروا أبرزوا وجودهم ولفتوا الانتباه اللي هو البريكان والنجعي والغنام. أتمنى يا جماعة بليز ندعم الفريق ونوقف معاهم، بلاش السلبيات اللي بيسمعوها في مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، خليهم يحسوا ان انتم مفتخرين بالمنتخب. لازم الوعي الفكري الرياضي عندكم يكون مثقف. سؤال قبل ما انهي الحلقة، انا قلت لكم من البداية انه هذا نقاش او اوصل معلومة او افتح موضوع او قصة ايا كان سموها. في ناس أنا ماني عارفة إيش أقول عنهم، الله يعينهم على نفسهم، ينزلوا لي صورة فواز وأحمد عسيري، يعني شوفوا فواز فرق عن قروهي، شوفوا أحمد عسيري فرق عن حجازي، برافو عليك، ونزلت الصورة وضحكوا الناس وتمسخرتوا وأخذتوا وزركم وزر غيركم، وشفت الكومنتات عندك كلها بسطتك لأنه كلها سب وكلام وإزعاج وشي سخيف. سؤال، إيش هتستفيد؟ هذا راح لفريق الله يوفقه، وقروهي حبيب قلبنا معانا، أحمد عسيري أخت الله يوفقه مع التعاون، عندنا حجازي حبيب قلبي معانا. أنت إيش مستفيد؟ خلصت كل المواضيع عن الاتحاد؟ ترى في أشياء حلوة تتكلم فيها عن الفريق، تطرح أفكار، تحل مشاكل، تنتقد بأسلوب بناء، تعطي فرصة لنفسك تشوف تغريدات ناس أو محللين أو رياضيين عاقلين وفاهمين، تتعلم منهم، افتح مواضيع، مسابقات، أيا كان، ترى في حاجات حلوة عن الاتحاد. خلي دائما صفحتك جميلة بالأشياء الإيجابية عشان الناس تتابعك تستفيد منك. نصيحة مني، بطلوا عيب، ويعطيكم ألف عافية، شكرا لكم.